إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم A أو B كندا بالدارجة، ومرحبا بكم في القناة الأخرى اللي هي A أو B إيميغراسيون كندا، وفي القناة الثالثة اللي هي A أو B إيدوكاسيون اللي خاصة بدي لوجيسيال بدي نوسيون في كونتابيليتي فيسكاليتي إلى آخره، اللي خاصة بالناس اللي غايجي يقراو الدومين هذا في كندا أو خدامين في المغرب بلوجيسيال كونتابل. اليوم غادي نعاود لكم على واحد الخطا كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس، وبسببه كيفقدوا لا ريزيدونس بيرمانونت، يعني سببه كيفقدوا الاقامه الدائمه. كيف كتعرفوا على ان الى رجعتوا واحد الفيديو درتو شكون على الممنوعين من كندا، اي واحد ممنوع من كندا هو الانسان اللي كيكون في واحد من 9 ديال لي زارتيكل اللي كاينين في قانون الهجره. كاين 9 ديال زارتيكل في لوا سور ليميغراسيون، هذه هي لوا سور ليميغراسيون، قلت لكم تيليشارجيوها تري انتريسون. كاينين سميتها كاينين 9، كاين لارتيكل 34 35 36 37 38 39 40 41 42. الارتيكل الاولاني كيدير على السيكوريتي، الثاني كيدير على غروند كريمناليتي، الثاني كيدير 35 كيدوي على لاتانت او دووا زومان اي او انترناسيونو. الارتيكل 36 كيدير على غروند كريمناليتي. الارتيكل اللي تابعو 37 كيدوي على لي زاكتيفيتي كريمينال اورغانيزي. لارتيكل 38 كيدوي على موتيف سانيتير. لارتيكل 39 كيدوي على موتيف فينونسيي. لارتيكل 40 كيدوي على فوس ديكلاراسيون، عقل هذا الارتيكل هذا فوس ديكلاراسيون. لارتيكل 41 كيدوي على مونكمون ا لا لوا، عقل هذا حتى هو. ولارتيكل الاخير 42 كيدوي على لينادميسيبيليتي فاميليال، يعني عدم قبول العائله كامله في هاد الإقامة الدائمة. وشيء مؤسف أن واحد السيد وقع لي بحال هادشي، ولكن الله غالب إنسان اللي كيحاول يبقى يرون ويخربق وينعر راه ديما كيجيبها في راسه. نعود لكم قصة ديال السيد هذا وقعت مؤخرا. كتعرفوا على أن الارتيكل 28 ألينيا 2 فقرة جوج ألينيا 1، يعني فانت نمشيو لارتيكل 28 من لا لوا سو ليميغراسيون 28 جوج واحد، كيقول على ان شربوا شويه ديال الماء. لارتيكل 28 جوج ا كيقول او جوج واحد جوج ا ولا جوج واحد كيقول على ان اي واحد جلس خارج كندا اي واحد ما جلسش في كندا 730 نهار خلال عامين خلال 5 سنوات اسمحوا لي، فكيفقد الاقامه الدائمه. نعود توت بيرسون كي نا با ريزيدي او كندا 530 jour il perd le statut ديال سميتها ديال ريزيدون بيرمانون. عقلوا لها مزيان، مهمه خلال 5 سنوات خصك تجلس في كندا 730 نهار. الا جلستي في هاد 5 سنين قل من 730 كيمشي لك لا ريزيدونس بيرمانون، كتمشي لك الاقامه الدائمه. هذه وحده على الارتيكل 28 جوج ا على ما اظن. انتم دابا عرفتوا الشخص جلس هنا مالينا. واحد السيد سيدي كان مجوج وعنده وليدات ديالو، جا لكندا هذه واحد العام ونص. المهم قرا خدام الى اخره، مالينا ما شي باش ما نطولش عليكم، المهم هو الخاتمه. فاش كان هو هنايا لقى واحد الخدمه من بعد مرور واقيلا شي عام وي موا بحال هكاك، لقى واحد الخدمه في البلاد ديالو الاصليه براتب مغري. فمشى، فملي مشى
ما داش مع لا فامي ديالو كامله، قال نمشي نشوف شنو كاين. مشى العام الاولاني، العام الاول قبل ما يسالي العام الاول ديالو مشى. فكيف كتعرفوا ان اي عام كيسالي المقيمين دائمين والكنديين والعمال الاجانب والطلبه الاجانب، الطلبه الاجانب سي اوبسيون الا بغاو، فخصهم يديروا ديك لا غاسون دابو ديال العام كامل. الا ما درتيهمش كيحبسوا لك فلوس دراري ديال الكيبيك، يحبسوا لك فلوس دراري ديال الفيدرال، يحبسوا لك تي بي اس، يحبسوا لك تي في كيو، يحبسوا لك كلشي حتى دير ديك لا غاسون ديالك. مي باريناج ما يمكنش ديرو الا ما عندكش ديك لا غاسون كلهم مديورين. فهو في الاول مشى تما وكان مضطر انه يدير ديكلاراسيون دامبو ديالو، واخا انه ما كاينش هنا. يعني الوقت اللي خرج هو فاش وصل لا فان دلاني كان دوز شي 7 شهور في البلاد ديالو في الخارج. فطلب من شي كونطابل يدير ليه ديكلاراسيون دامبو ديالو، دارها وصيفطها، دايره فاميليال يعني هو والزوجه ديالو الى اخره. فالفلوس بما ان دار ديكلاراسيون ديالو، فالفلوس راه بقات كتجي سميتها الابناء. المهم طرا ان كونترول، على قبل الوليدات، فلوس الوليدات واش اوتوماتيك ولا شي واحد برقه كبير، الله اعلم. المهم كل الاحتمالات وارده. ف عيطوا ليه باش يشوفوا، فهو ما يقدرش يجي لانه كان مشى تما. قال الا ترصد الامور راه يجي بالوليدات ديالو، فما قدرش يدير. دونك سو كيفي جاوهم، قال لهم جاوهم برا، قال لهم ودي افريكان يكري كوم كوا راني في ليترونجي واش كون ايه. كان صريح صراحه، كان صريح، ولكن الصراحه ما نفعتوش. علاش؟ لانه كان في الخارج ودار ديكلاراسيون ديالو على انه كاين في كندا باش يحافظ على داك النومبر دو جور. فهذا كيتعتبر في نظر قانون هذا راه قانون ديال الهجره اصلا، نحترمو، كيعتبر عطاء تصريح كاذب. لارتيكل 40، لارتيكل 40 اللي هو فوس ديكلاراسيون. فوس ديكلاراسيون الخوت كتخلي الانسان يكون ممنوع من التراب الكندي، ولا بغى يطلب، الا بغى يطلب لا ريزيدون خصو يتسنى 5 سنين باش يدفع دوسي جديد. دونك صيفطوا ليهم، قالوا ليهم بان سي فيني لا ريزيدونس بيرمانون تخدات ليهم. ولكن الخطير في هذا الموضوع واللي بقى في هذا الحال الصراحه هي الزوجه ديالو والوليدات ديالو. علاش؟ حتى هما حيدوا لهم لا ريزيدونس بيرمانونت، لان الارتيكل 42 راه قلت لكم 42 كيقول العنوان ديالو لينا دميسيبيليتي فاميليال، يعني اي واحد في العائله اللي دوفونو انتيردي باش اصبح ممنوع التواجد ديالو في التراب الكندي، فجميع العائلات ديالو يصبحون ممنوعين. انا نحاول نقلب لكم على لارتيكل باش نقرا لكم باش تردوا البال، ووصيوا الناس قولوا لهم ردوا البال، كندا ما فيهاش اللعب، كندا ما فيهاش تحرميات، كندا ما فيهاش نوعير، كندا ما فيهاش تخلويط، كندا فيها الوضوح. مثلا يمشي قادم قاد، ها انتم الخوت. ارتيكل 40 انا غنوري لكم، سباوس غادي يبان لكم ارتيكل 40 هاي فوس ديكلاراسيون. اوكي ارتيكل 40 فوس ديكلاراسيون، في هنايا فوس ديكلاراسيون بلونغلي، هاي فوس ديكلاراسيون بلونغلي ميس ريبريزنتيشن. اشنو كيقولوا؟ كيقولوا اسيدي اي واحد ديريكتومون او انديريكتومون دار une présentation erronée sur un fait important contre un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne au risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi. Ok, donc, لأن هذه كتهم la résidence permanente, شي حاجة اللي هي très pertinente ومهمة بزاف، فمشات ليه. وخصها في القضية راه الانسان الا كذب حتى في لا سيتوانتي كتمشي ليه. ها هي كاينه، انا نوريها لكم.
هاي تحتانيه تلقى واحد بيرت دو لا سيتوين حتى هي. نمشيو للفاميليا ديالو مسكينه اللي حتى هي مشات فيها لارتيكل 42 اللي هي انادميسيبيليتي فاميليال. ها هي لارتيكل 42 لارتيكل 42 انادميسيبيليتي فاميليال كيقولوا 42 ا كيقول لك لانتيرديكسيون دو تيريتوار فرابون تو مومبر دو سا فامي كي لاكومبان او كي دون لو كا ريغلومونتير نو لاكومبان با. سوبوزون ان انايا مثلا ريزيدون بيرمانون او المراه او الاولاد عندهم ريزيدون بيرمانون لكن ما يعني ما مازال ما غيوش معايا انا جيت غير بوحدي فتا هما كيتعتبروا على انهم ما منوعين من التراب الكندي. اذا الله يرضي عليكم بارطاجيو هذه المعلومه. الانسان اللي باغي يخلوط ما يجيش لكندا، اللي باغي يرون ما يجيش كندا. اللي كيكتب ليا كيدير المارشي نوا كنقول ليه كنجاوبو كنقول ليه انت توي دو موفيز فوا ما تصلح تجي لكندا، كندا خاص يجي الانسان اللي باغي المعقول. اوكي دونك هذه كانت حلقه خاصه بسبب الاسباب نزع واخذ الاقامه الدائمه لشخص او لعائلته. الحلقات القادمه غنجيب لكم عاوتاني سبب اخر، قصه اخرى حول بعض الاسباب اللي تجعل كندا اوتوماتيكيا تاخذ وتنزع منك الاقامه الدائمه. ورد البال الله يخليكم. شكرا للمشاهدة، جمعة مباركة وميمونة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.